يسال عن قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون هل المقصود بالتطهر وضوء الصلاه وهل هو واجب وهل يلزم الطهاره لقراءه التفسير او غيره من الكتب التي فيها ايات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. اختلف العلماء في المراد بالتطهر هل هو التطهر من الحدث الاكبر والحدث الاصغر بمعنى ان يكون الانسان ما عليه جنابه ومتوضع هذا مذهب الجمهور ودليله حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الامه بالقبول وفيه والا يمس القران الا طاهر رواه الدارمي وابن حبان والحاكم هذا هو القول الراجح في هذه المساله وذكر الطبري وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعشرمه ان المقصود النسخه التي في السماء وان المطهرون هم الملائكه لكن القول الاول ارجح لدليل الحديث نعم